فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وأما أعياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة. أعياد المشركين جمعت الزور، أنواع نوعي الزور، زور الشهوة لأن فيها لهو ولعب وفيها فعل محرمات، وفيها شبهة وهي أنها عبادة لم يأذن الله جل وعلا بها. نعم. قال: وهي باطل إذ لا منفعة فيها في الدين. نعم، أعياد المشركين من الباطل لأنها ليس فيها منفعة في الدين، فهي مضرة محضة. نعم. وما فيها من اللذة العاجلة فعاقبتها إلى ألم. وهذا كل في كل المنهيات والمحرمات، وإن كان فيها لذة عاجلة مثل الزنا وشرب الخمر وغير ذلك والربا وغير ذلك من المحرمات، فإن فيها لذة للنفوس تغري، لكن عقوبتها أليمة وعاقبتها وخيمة، والعبرة بالعواقب لا باللذة العاجلة. نعم. قال: فصارت زورا. فصارت أعياد المشركين زورا، لأنها وإن تزينت وتزخرفت أمام الأنظار والعيون فإن عاقبتها شر. نعم. وحضورها شهودها. الحضور الشهود، كما في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصومه، يعني حضر، يخرج بذلك المسافر، فالمسافر يفطر، وأما من كان حاضرا شهد الشهر فإنه يصوم.